خدمت عند كبار وصغار ولو مش اوبليجي سيدة باش تتكلم كلام خايب نجم تقولوا الكلام اللي هو يوجع ما مش بكلام زايد نجم تقولوا بطريقة أخرى فنفرموها الناس وحصار الحمد لله كما فما أولاد صغار يسمعوني عندي أولادي زاد أنا فهمت كما عندي أولاد صحابي بنات صحابي معناها المسؤولية ما كبرتش كان عندي جمهور كبير فهمت حتى عند أقرب الناس ليا فهمت كيفاش عندي عائلة أنا وعائلتي عندها عائلة وصحابي عندهم عائلات فهمت كيفاش معناها المسؤولية كبرت إني دخلت لديار الناس إن شاء الله ربي يوفقني وإن شاء الله يعطيني القوة باش نقعد صنفوت باش ما نغلطش باش ما وحتى كان نغلط مثال زاد نجم طول ما تقولوا لي راك غلط نسمع انا راك اللي قدام معناها ما فهمت وكان انا تلحين فهمت انا تلحين مع فنانين معناها كبار في العالم العربي كبير ربي سبحانه لكن كبار في الكارير نتاعهم وكان ان شاء الله ربي يسهل فما معناها فما شكون اقترح عليا معناها فيلم تونسي بدون فهمت أنا وظيفة معناها ماهيش تونسية سورية معروفة برشا شكون البطولة إن شاء الله وكاهو سينون قلت لك رانا موجودين نخدموا على رواحنا معناها مازلنا في البلاد مانيش نخرجوا من البلاد والله باش تتم الحكاية ومع هيفا راهو على فكرة راهو مكانش ديوم أنا حتى حكيت في إذاعة معناها الزميل معناها أنا كي حكيت قلت راهو فما تعامل لكن مش ديوم فما الحان هكا وحدكم انتم قلت انا احكي معكم مع الحان ان شاء الله ومازال المشروع ان شاء الله ربي يساعد فيه وكذا ولكن الحقيقه نحن التوانسه راهو نسعى وصحيح لكن خشنا بالله فهمت موجودين كانوا سوارف ما كبرناش هذا هو اللي انا مكبش فيه ندير الحاجه الصادقه الاحساس الصادق اللحن الصادق الكتيبه الصادقه مشيت ما مشيتش هذيك عند ربي سبحانه حبيت الخدمه هي اللي تحكي والحمد لله ربي وفقنا والناس فرحانه وكان ان شاء الله العام الجاي استنوا مني حاجه اقوى من اللي شافوا ان شاء الله
عيش عيش استم بشعر وتتكبر عيش الدنيا ما يبدو ولا نار النهار واللي سيطوبة جمشش ويبقى نفشل ويبقى نفشل.